Championship starting. Next, please, 135. Next filly please, 137. المهرة التالية 137. المهرة التالية 139. Next qualified filly 141. المهرة التالية 141. Next filly please, 150. المهرة التالية 150. Next please 162. المهرة التالية للرقم 162. Next filly please 167. المهرة التالية 167. Last qualified filly 171.
آخر المهرات المؤهلة رقم So now we have 167 in the arena. And last qualified filly 171 to the arena please. اخر المهرات المؤهلة تدخل الميدان للرقم 171. Okay, and now let's have all the qualified fillies back to the arena. نعاود استقبال جميع المهرات المؤهلة في أرض الميدان. Total of 9 qualified fillies. 9 مهرات مؤهلة. إذن أعزائي بطولة المهرات بعمر سنتين هي بطولة مفتوحة أيضا تعود المهرات التسعة إلى أرض الميدان يقوم الحكام بتحديد اختياراتهم بشكل منفصل لا يسمح لهم بالتشاور وسيكون الاختيار كالتالي إذا اختار أو رشح الحكم المهرة أن تكون ذهبية تحصد 4 أصوات وإذا اختارها مرشحة للفضة تحصد 2 وإذا اختارها مرشحة للبرونز تحصد 1 وتكون البطلة الذهبية هي البطلة التي حصدت أعلى تصويت للذهب أتمنى التوفيق للجميع So 9 qualified fillies in the 2 years of old fillies championship The judges will be doing their preferences now according to the follows As it's an open championship So the judges are doing their preferences. They are not allowed to discuss it within each other, but each judge will decide his own preference. If he chooses the filly to be nominated as gold, then this filly will calculate and collect 4 points. And 2 points if it was nominated as silver, and 1 if it was nominated as bronze. And then we calculate the votes. The gold will be the one which was voted gold foremost. Good luck. إذا مع هذه الجميلات وهذه المهرات اللي دائما ما ينحلف إلا فيها غالي كل ما ينحلف إلا ترب غالي هو اللي ذكرها وهو اللي مسميها ظهورها عز وشرف تالت وبطونها كنز لمحبيها واللي ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل لصقور تشويها والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها واذا المدى طول بقوتها تزيد ماشي يهديها تشهد لها القدره على القدره وتشهد لها الدنيا ومن فيها قضيت عمري في مودتها احبها ولا اقدر اخليها يا كم من صحراء ومن غابه قطعتها وانا اجديها ويا كم بافكاري احاورها لو نختلف ارجع وراضيها تعرفني وتعرف اسلوبي والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والوفا والفطنه بلا كلام افهم وحاكيها وان غبت عنها دورت عني ريحه ثيابي بس تكفيها هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها عطيتها اللي مر من عمري واللي بقى من عمري هم بعطيها هذا كلام المربي إلى الخيل كلام المربي وكلمات
أبدع فيها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف المهرات الجميلة. موفقين خير إن شاء الله، وناموسكم أبو الفضة والبرونز. This program is offered by Thank you Joseph. Then قام الحكام بتحديد اختياراتهم، نقوم بمراجعة الأصوات وسوف يكون الإعلان خلال لحظات. موفقين إن شاء الله، ابقوا معنا. So the judges did their votes. Stay with us. Soon we'll be announcing the three champions: gold, silver, and bronze. And also, I want to remind the spectators to stay. We have more challenges, and we have the draw.
بسم الله أعزائي، حسمت النتيجة والإعلان التالي سيكون لبطلة المهرات بعمر السنتين. And ladies and gentlemen, we will be starting by announcing the gold champion of the fillies at the age of 2 years. Starting with the gold. Gold champion goes to ولا نبارك، خلينا نبارك. ألف مبروك للشيخ عبد الله خالد عبد الله محمد آل ثاني 167 منار زبير is the gold champion 167. Where is our gold champion? You have to run. You are the champion. ألف ألف مبروك الذهب لمنار زبير. وننتقل إلى الفضة. الفضة سيلفر. سيلفر تشامبيون نمبر 150 أمزد رفيقة. كونغراتيليشن، مبروك لسعد خليفة عبد الله محمد النعيمي. برونز جوز توفلي نمبر 171 سمر البداير. نبارك للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 171 سمر البداير اور برونز تشامبيون. ندعو مشكورا سعادة المهندس محمد التوحيدي، تظل الى ارض الميدان لنتوج مع البطلات الثلاثة. ألف مبروك. يتواجد معنا مشكورا وهو الآن في أرض الميدان سعادة المهندس محمد التوحيدي مربع دبي للخيول العربية لنتوج معه منار الزبير بالذهب. ونبارك ونكرر التهنئة للمالك المربي الشيخ عبد الله خالد عبد الله محمد الثاني World Champion number 167 منار الزبير by Exalt Auto Star of الزبير. وإلى الفضة نبارك للمهرة رقم 150 أمزد رفيقة. مبروك للمالك المربي السيد خليفة عبد الله محمد ثاني النعيمي نمبر 150 أمزد رفيقة by AZ أوزان out of QR Andrea. Congratulations. وإلى المهرة أو البطلة البرونزية رقم 171 مبروك لسمر البداير. مبروك للمالك المربي الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي. So congratulations for filly number 171 سمر البداير by باهر البداير out of رشا البداير. Congratulations to the owner and the breeder الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسم. Our champions منار الزبير أمزد رفيقة سمر البداير very well done. شكرا لسعادة محمد توحيدي مربط دبي، شكرا لتواجدك معنا اليوم وللتتويج. Many congratulations for our champions. Our sincere thanks for His Excellency محمد توحيدي Dubai Arabians for presenting the trophies.